والمسلمين والمسلمات، خصوصا على افضل البشر بعد الانبياء بالتحقيق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا ابي بكر الصديق، وعلى الزاهد الوافي الناطق بالحق والصواب سيدنا عمر بن الخطاب، وعلى كامل الحياء والعقال سيدنا عثمان بن عفان، وعلى سيد الله الغالب سيدنا علي بن ابي طالب، وعلى ولديه السيدين ابي محمد الحسن وابي عبد الله الحسين، وعلى امهما فاطمه الزهراء، وعلى عميه الشريفين المنزهين من الدرس والارجاس سيدنا حمزه وسيدنا عباس رضي الله تعالى عنهم اجمعين، وعلى تمام العشره المبشره صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين، وعلى جميع الصحابه والتابعين، وعلى اسواته الطاهره. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل اهل البيت كسفينه نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها ضر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. والسلطان ذل الله في الارض، من اهان سلطان الله في الارض اهانه الله. وايضا قال صلى الله عليه وسلم: اصحابك النجوم، بايهم ابتليتم اهتديتم. الله الله، في اصحاب لا تتخذهم غرضا من بعدي، فمن احبهم فبحب احبهم، ومن ابغضهم فبغض ابغضهم. اوصيكم بتقوى الله وسمعي وطاعتي في السر والعلن، وعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، ولا يقعد قوم يذكرون الله الا حفتهم الملائكه وغشيتهم الرحمه، فاذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى اعظم.